والبكالوريا هذه السنة إن شاء الله وبالتوفيق لك. كيف تستطيعي ربما التوفيق بين حفظك لكتاب الله بالمدارس القرآنية وبمساجد طبعا ولاية الصيف وكذلك التحضير للبكالوريا هذا الامتحان المصيري؟ قبل الختم كنت يعني أوافق بين حفظي كتاب الله ودراسة، حيث كنت أنظم وقتي خاصة في أوقات العطل كنت أكثف من الحفظ، وفي أوقات الدراسة يعني كنت من المغرب إلى العشاء مثلا أحفظ نصف صفحة، وتأكيد المراجعة اليومية لكي لا أنساه، وبعد الختم سأكثف جميع بعد الختم سأبذل كل جهدي في المراجعة تحسبا البكالوريا. طيب جميل، وصلت الفكرة. هنا ربما أمر لي السيكروش دائما فيما يخص التحضير للبكالوريا، هل التمست ربما من طرف ابتسام كروش أنها بسبب حفظها لكتاب الله طبعا ستوفق في دراستها أكثر، أم ترى أن ربما المراجعة تكون لحد الساعة أولى من حفظها أو قصدها للمدارس القرآنية السيكروش؟ واش ما عساني انا اقول اللي يحفظ كتاب الله يعني من الطبيعي اللي يحفظ كتاب الله في قهر في الدراسه مستوى الاولويه يعني شغل شيء بديهي، اللي يحفظ القران من الاغلبيه اللي يقرا في الامور العلميه والعكس العلم كاين في اي شعبه تدرس ابتسام؟ في اي شعبه؟ تقني رياضي. جميل، طيب أتمنى لك كل التوفيق ابتسام كروش.